لا تختلف ظروف النازحين من منطقة إلى أخرى، فجميعهم يتساوون في حجم المعاناة التي يعيشونها بعد أن شردتهم حرب الميليشيات. نحن مقدلين معذبين، معانا عيال قهالة ومعانا كل حاجة وبلادنا منكوبوا، وإحنا مشرشينها الحصب هذا، لا معانا حاجة، إحنا عيالنا وبنينا وبني عيالنا وبن كل حين. نحن مشردين. تسكن في هذه المدرسة بمديرية باب المنداب عشرات الأسر التي فرت من جحيم المعارك التي تشهدها السواحل الغربية لمدينة تعز. فصول المدرسة التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة كانت الملاذ الآمن لهم، لكنهم يقولون أنهم لا يجدون ما يسدون به جوع أطفالهم. خرجنا من ضرب الكواتيش واستقرينا هنا في المندب حوالي لنا سنة ونص، لكن ما يدوا لناش أي حاجة على الهلال الأحمر، ويدوا لنا مرة بطانيات فرشان، كل عائلتين، كل عائلة اثنين فرشان اثنين بطانيات، ويدوا لنا لحاف كل ثلاث عوائل لحاف واحد. الجميع هنا يشكو الإهمال المتعمد من قبل الجهات المعنية، بل إن البعض يتحدث عن انتهاء صلاحيات بعض المعونات التي وصلت إليهم لتتحول إلى مواد غير صالحة للاستخدام. قد لا نجد الكلمات التي توصف الحالة المأساوية التي يعيشها هؤلاء النازحين هنا، لكن الصورة تعبر بوضوح عن حالتهم. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من مديرية باب المندب، تعز.